أما هلأ فرح رح نبلش بأولى محطاتنا لليوم، ومعنا قصة إنسانية، قصة حب تحولت من حب شخص لحب كتير أسمى وأكبر، هو حب للجيش العربي السوري. هي سيدة لبنانية تجوزت من أحد ضباط الجيش العربي السوري، هذا الحب انتقال لأنه تحب كل طبعا الجيش وتكون مساعدة ومساندة لهم، وخصوصا بعد الحرب على سوريا انتقلت هون لحتى تدخل وتتطوع وتقدم لهم الرعاية. كانت الأم والأخت على طبعا مع الشباب بالعديد من الجبهات، وصلت لأنه فقدت أو أصيبت بقدمها بأحد الجبهات بالحرب. تفاصيل عن هي القصة وعن الرعاية اللي قدرت تقدمها وغيرها من التفاصيل الإنسانية رح نتعرف عليها مع ضيفتنا بالاستوديو السيدة هيام خضر. أول شيء أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكم، يسعد صباحكم. يسعد صباحك. صباح سوريا، صباح الجيش العربي السوري اللي أنا بقدسه وبعبده. يسعد صباحك عن جديد. أول شيء نحن كتير فخورين أنه أنت أول شيء معنا اليوم لحتى نحكي عن إنجازات، لحتى نحكي عن هذا الحب العظيم. مثل ما قالت سلمى، هو الحب السامي اللي نحن دائما بنحاول نضوي على هدول الأشخاص اللي بيعطونا كتير من التفاؤل. قبل ما نبدأ بالتفاصيل والحكاية اللي بلشت من 2011، سيدة هيام عرفينا عن حالك. أنا هيام خضر، لبنانية متزوجة من ضابط بالجيش العربي السوري، كان يخدم بالقوات الردع بلبنان، فهو أول عشق بحياتي للجيش العربي السوري، واستمرت معي الحياة ولم أزل بعبد ضفر الجيش العربي السوري، ومسيرتي كانت معه كتير حلوة. أنا بتشكره لأنه كتير هو يتحملني بالأحداث، كتير كنت أترك البيت لأضطر أكون بالمشافي وبالجبهات، وقفته معي بإصابتي، كان زوجي، خيي، بيي، كل أهلي. نوجه له كل التحية. تحية لأبو برهم. أكيد نوجه له تحية ولكل ضباطنا بالجيش العربي السوري وأفرادنا، وأكيد أيضا القوات الرديفة. نحن دم واحد، ونقول شعبين ببلدين بس دم واحد، وتوحدنا خلال طبعا هي الحرب. كان لنا كتير وجود وعنا شهداء بلبنان، وأيضا لبنان لهم شهداء بسوريا. تحية لهم لأرواحهم ولجرحانا بالقوات الرديفة. وأيضا من كم يوم كنا عم نحتفل أكيد بالمقاومة اللبنانية، صح. واليوم كل يوم في عنا انتصار عم بيسطروا الجيش العربي السوري. خلينا نحكي عن مسيرة كيف بلشت من بعد 2011-2012 إلى اليوم. هلأ بلشت حياتي ببداية الحرب الكونية اللي منعتبرها، طبعاً الحمد لله نحن انتصرنا وخلصت الحرب، فينا نعتبرها بال 2011 منعرف كلياتنا بلشت الحرب. فكان يجينا جرحى كتير على المشافي العسكرية بأول الحوادث، أكيد كلكم عشتوا هالوضع. أكيد. كل يوم كان عنا كتير كميات جرحى. بلشت بموضوعي، أنا كان ابن سلفي كمان ضابط متصوب، فرايحة أنا زوره بالمشفى، هو بغرفي ونحن كلياتنا كتار، بسرير اللي جنبه في عسكري مصاب بأمعائه، طبعاً كمان ما بعرف هديش فينا نقول هالكلمة. بأيام أول كان في أماكن ساخنة، إذا كان جندي بالجيش العربي السوري أهله مش قدرانين يقول إنه عم يخدم، حتى أهله مش قدرانين يوصلوا له، فلقيته هيك هو هيك زعلان وإصابته ببطنه. قربت عليه، خير؟ قال لي والله أنا متصوب. مين معك؟ مين أهلك؟ قال لي والله أهلي ما بيقدر يجوا. قلت له لك يا حبيبي نحن أهلك، أنا حكون الماما وحكون أختك وحكون كل شيء. هو كانت إصابته بأمعاءه مش قدران يأكل، فاضطريت جيب خلاط من عندي من البيت اتحلوا الأكلات وطعمياهم. ضليت طبعا معه 3 شهور انه لهو يتعافى. طبعا بس بدي نق يعني، هو بالذات هيدا هيك عمل بصمة كتير بحياتي. لمن هو تعافى هو رفض انه ما بقى بده يرجع على عند اهله، اضطر انه انا بدي ضل اخدم الجرحى بالمشفى. كنا نحن بمشفى زاهي ازرق العسكري بالليدية، فهو ترك حياته انه يخدم رفقاته الجرحى. طبعا انا ما اكتفيت عند ابراهيم ملا عمر، صرت كل يوم دور بالغرف. يعني كيف بدي اقول لك، انا حبيتها للقصة، حبيت هيدا انه انت تحسي انه انت امه واخته لهيدا العسكري يعني. فكل يوم كان يجينا جرحى كتير. الجريح عنا لما بيوصل بتعرفي بيكون بدلته كلياتها دم. هدولي كنا نطلع نجيب له نغيارته وبيجامات، غير له ثيابه، تعلمت تكون ممرضه وطبيبه وكل شيء بهالاوقات يعني، غير له ثيابه، لبسه البيجامه، وصله على الغرفه.
كنا نتابع جرحانا مش بس انه خلص بالمشفى، عندك الجريح الشلل تابعوا ببيته ونزوروا أولاد الشهداء نطلع نزورهم. ضليت فترة يعني 2011-12-13 مع الجرحى. بداية 2014 التقيت بسيدي، طبعا هي شهيدة سهام الشبل الله يرحم روحها، هي كمان استشهدت معنا، أنا بعتبر حالي شهيدة كمان. التقيت فيها بالمشفى، كان جاي تاخد هيك أدوية وشاش، قلت لها أنت لأي مشفى اختيون؟ قالت لي أنا ما عندي مشفى، أنا بطلع على الجبهات، كمان في عساكر بيكونوا مرضانين. قلت لها بتخليني أطلع معك؟ قالت لي بس هي خطورة، أنت لازم ما تخافي، لازم تكوني قوية، ممكن نغيب يومين. قلت لها أنا حكون، وبلشنا نطلع على الجبهات. أنا ما في جبهة بسوريا ولا زيرت، بكل الجبهات كنا ننام يومين. عندنا مطبخ، هيك أسسنا مطبخ صغير، نطبخ الطبخ بالليل نحطه بالفريزر ونطلع فيه على الجبهات، بالإضافة بكون أخذت لهم تيابهم وأوصل لعندهم أغسل لهم تيابهم أنشر لهم إياها. بس خلو أنه بمقاطعة بسيطة، هذا الشيء لما بيشوفوه أبناء الجيش العربي السوري اللي مثل ما قلتي هني بعاد عن أهلهم، بعاد عن هي الحنية، بجو كلياته خطورة وقساوة، أديك أنت تعطيهم دافع كتير كبير ويحسوا بغياب الأم يمكن حضرتك موجودة مع عدد يمكن من النساء اللي كانوا حضرتك مع بعض. هذا الأكل البيت اللي هني بيفقدوه كمان صح. غير باقي التفاصيل. هلا انا كنت بدي اقول لك يعني نحن لما كنا نوصل لعند اولادنا، طبعا انا شو بطبخ لهم؟ محشي كوسه والباذنجان، الملوخيه كلياتها فرزها، مش انه اكل عفان اللي بياكله العسكري بالجبهه. انت كيف بدك تحسسي انه انا امك؟ انا امك جاي شاركك. انا بكل جبهه كنت اطلع يكون عندي قالب جاتو، انا بطلع انه في حدا عيد ميلاده باخذها هيك بالضحك، انه اليوم مين عيد ميلاده؟ فلنفترض اكس من الناس يقول لي انا، بقول له انا بعرف لانه امك ضقت لي وقالت لي اليوم عيد ميلادك. طبعا هو انا ما بعرف، نقص له الجاتو واقعد انا وياهم بالارض ونغني ونرقص، كل هدول القصص. يعني هي مش هيك كلمتي، مره يعني كنت بنقطه بتدمر، الضابط والعناصر قالوا لي نحن هلا مستعدين نهجم على اي نقطه بعد الدافع اللي عطيتينا اياه. ما اجمله هالشعور. يعني عرفتي هو العسكري انه وين بدك نروح؟ نحن في ديكي ماما. يعني انا عفوا بكلمه انا عندي اكثر من 500 عسكري كلهم بيقولوا لي ماما. انا كثير كنت فرحانه بهالقصه انه انا كبروا اولادي صاروا كتار، على طول في اطمئنان. كل يوم ما بيكون عندي جبهه بيكون في عندي مشفى، في عندي جرحى بدي تابعهم. طبعا انا عندي محل البسي كمان سميته ازياء برهوم على اسم ابني. حتى هيدا المحل من بدايه الاحداث تركت ريعه كليا لجرحى الجيش العربي السوري ولعوائل الشهداء. ممنوع فرنك يدخل منه غير لإله، وبدرس لغه فرنسيه. يعني صرت اني انا بدي اشتغل كذا شغلي لا اقدر اني ما ناقص. طبعا ما مناقصين عليهم، بس بحس اني كثير قريبه منهم لاولادي اللي بطلع له. كثير انا بقدس عملي، واي عمل انت بتحبي تنجحي فيه. انا ما يوم طلعت على الجبهه مو خايفه، كنت اتوقع انه ممكن ارجع شهيده. انا ابدا ما زعلاني، يعني لهلا بقول لا بده من الموت فلتكن الشهاده انا بطلبها. كنا نتعرض كثير لمخاطر. انا بجسر الشهور في معركه معمل الارميد، ما بعرف اذا بتذكروها، تحاصرت تحت الارض ضلينا يومين انا وام خليل الله يرحمها. طلعنا بطريقه، بس بكل مره اطلع بعرف انه ممكن ثاني مره انا بدي استشهد. ما حسيتي بالخوف لولا حزات؟ ولا يوم. بس ايه كان عندي خوف انه المسلحين يلقطوني طيبه، لانه كنا نشوف اذا لقطوا حدا طيب انه ممكن يقطعوا يبعثوا، فكنت اعتلهم انه ممكن انا يعملوا فيني شيء ويبعثوا الفيديوهات لابني فابني حينقهر. لا، اني استشهد اوكي، بس ما اوقع بين ايديهم. الله يطول بعمرك ويعطيك الصحه والعافيه حبيبتي. يعني يمكن هي التجارب على قد ما هي حلوه وعلى قد ما فيها شيء انساني، كمان اوقات فيها مطارح بتوجع لما بيتصاوب حدا من اولادك، خلينا نقول لانه كلهم اولادك اكيد.
أو لما حضرتك تصاوبتي كمان، خلينا نحكي ولو هي قاسية التجربة، ما نحابين نسترجع شيء قاسي، بس يمكن تستحق هالتجربة أنه نحكي عنها. يعني أنت مثل ما عم تقولي ولادي، نحن مثلا نكون بنقطة بكنسبة، فلنفترض بريف اللاذقية، هالنقطة اليوم يكون زيرتها، تاني يوم يكون فيها ضربة، فيتقولي أحد ضباط أنه وصلوا جرحة من النقطة، فأوصل أنه يا ماما سلامتكم. يعني أعرف اللي أنا كنت قبل بيوم عندهم هني متصاوبين، تبعهم نضل معهم. بلشت هيام خضر وحدي لمرحلة أنا وأم خليل، بعدين صارت تكبر، دق لجارتنا، صار معنا طبيب، صار معنا دكتور عينية، صار معنا دكتور قلبية. لبداية 2014 قلت لك أنا بمحل الألبسة، فزارتني الست ندى الأسد اللي هي هلا رئيسة مجموعتنا، بوجه لها كل تحية، ولأنه جد قدمت وما قصرت بشي. فلقيت عندي كيس هيك على ستاندات، فعم تقلي إنه هيدول تياب مخبيتيهم؟ قلت لها لا، هيدول غيارات، أنا بزور الجرحى وبعمل هيك. فهي هيك انبسطت، طبعا كان عندها شغلة بالشام، قالت لي أنا بدي أكون معكم، بدي أدعمها، وصارت كتير تدعمنا بشغلنا. فيني قلك وسعت شغلي أكتر بوجودها معنا، كتير دعمتني. يعني أنا يكون عندي اليوم 100 جريح، ضقلة مدام ندى أنا اليوم بدي 100 دزينة غيارات، 10 دقائق يكون الشوفير جايبهم، ما كنت حس بمشكلة. طلعتنا على الجبهات كانت كتير بدها رسميل، بدك تطبخي. صحيح. مثلا احكي لك قصة بتدمر. تدمر انت بتعرفي انه هي صحراء وشوب. طلعنا مرة بإيب، طلعت اول مرة شفت قديش هني مشوبين، اصريت بدي اجي لعندهم تاني يوم. في عنا معمل تلج باللادقية، اخذت بيدونات، برشنا التلج، عبيتهم بالبيدونات. صدقيني واخدي معي اكلات. لما وصلت على تدمر كانوا يومتها بدهم يحرروا الكريتين، ضيعه اسمها الكري. فوصل العسكري، يعني هيك عرفتي هيدا البيدون اللي هو بمثلج، عبطه كانه هو عابط امه او اخته، فرح بالشوبات. كنت بكل مشوار اطلعه على الجبهه اخذ فكره انه الجبهه الثانيه شو لازم اعمل فيها على طول، يعني من كل جبهه اخذ فكره ثانيه. وصارت تكبر مجموعتنا، عملت مجموعه سميتها مجموعه شقائق النعمان. طبعا نحن بنعرف زهره شقائق النعمان هي بتطلع من دم الشهداء والجرحى، وانا من الناس اللي زرعت قطعه من جسمي على الجبهه، فحبيته لهالاسم. انا بفتخر اني فقدت قطعه من جسمي. انا انساني عملت 42 عمليه لرجعت هيام خضر، وما يوم بحس غير عندي ثلاث رجلين عم تسبقني على الجبهة. احكي لك قصة الإصابة. ابدا ممكن انتم تبكوا بس انا بكيت وخلصت. كنا طالعين بنقطة اسمها اعطيرة بريف كسب، هي على الحدود مع تركيا. كان 7/6/2016، هو ايامها كان 2 رمضان. فانا بحطرت لون الشوربة واخذ التمر واللبن، يعني هالجندي شو ممكن يفطر عند اهله؟ أنا عاملت لهم إفطار وأصريت إنه بدي إفطر معهم. كان معنا فيني أذكر اللواء بشارة، اللواء مدر جوري، طبعا كلهم استشهدوا. طبعا فيني بقول لك إحنا 8 بالسيارة كنا. الله يرحمه النقيب الطبيب مجد الشيخ، كان معنا 3 عناصر، أم خليل، سهام الشبل، كانوا سموها أم الجنود كمان الله يرحمه. فنحن وزعنا عدة نقاط الفطور، توصلنا كان في معنا العميد مدر عم يقول في نقطة تحت بالوادي، ما بعرف إذا هلا بتقطع بدليك عليها، إنه هيدي النقطة ممكن كل شيء 4 شهور ليوصلن أكل أو يوصل حدا لعنده. كان عندي هيدا الإصرار إنه أنا بدي أوصل، إنه حرام إذا هالقد. فاستثنيت نقطة إنه خليني آخذ كل هالكمية الباقية أتركها، وبكره تاني يوم بجي على النقط القريبة. نزلنا نحن خلصنا التوزيع وقعدت معهم. نحن وطالعين بالسيارة تركونا لخلصنا توزيع. طبعا احكي باراجراف، كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا. نحن بالسيارة كنا قاعدين انه انا من يومتها ما بخاف، لانه اللي الله كاتب له عمر ما بتقتله شدة. كنا قاعدين بالسيارة، عنا نقيب مجد وثلاث عناصر بالبيك اب من ورا، هي بيك اب دبل كابين. قاعدي انا وام خليل بالمقعد الخلفاني، واللواء مدار واللواء بشارة قاعدين قدام. فالدبل كابين بيكون المقعد الوراني شوي ضيق،
فبنص طريق عم قبل ما بده يجينا الصاروخ بشي نص ساعة عم قل لهم أنا ركبي عم بتضق، كنت طويلة إنه صعب علي، معليش أقعد بالبيك أب من ورا مع الأولاد مع أولادي. بيقول لي اللواء بشارة الله يرحمه كان شوي حجمه ناعم، لا شو تقعدي ستنا من ورا، هقعد أنا وأم خليل، يعني أنا هقعد محليك وأنت عادي أنت والعميد مضر من قدام لأنه أنتوا ضخمين. نحن وطالعين بيرن التاترة عند العميد مضر، سيدي انتبه، هي آخر كلمة ممكن سمعناها، بوف ضربونا صاروخ تاب، صاروخ تاب حراري هو بدوي منطقة كاملة. أنا قلت لي كيف انتقلت، لأنه المهم بين ما خلصت الضربة يعني ففتح الـ ABS أنا بوشي عند العميد مدار ما فتح. المهم بين ما شلت هو الحمى وشي الـ ABS يعني شلتها عن وشي طلعت العميد مدار جنبي منتهي الله يرحمه، عم بتطلع لورا الله يرحمه أم خليل كله عم بتطلع النار، طبعا كله مستشهد ما في حدا بالسيارة ضل طيب. فأنا بلحظتها أنه عرفتي كأنك عم تحضري فيلم وبدك تطلعي منه، أنا بهاللحظة بدي أطلع. السيارة بتتسكر على الحراري ما بقى فيكي تفتحي باب، المهم جيت بدي أوقف ما قدراني أوقف، فبتطلع هي رجلي مبترت بقلب السيارة. فأنا حتى العلم السوري دائما بفتخر أني بحطه، حاطته برقبتي، المهم بدي أطلع لأنه النار بلشت تشتغل، نحن معنا زخيرة بالسيارة. كبست إيدي هيك، هوني في عندك الشباك، أوكي؟ كبست إيدي هيك على الشباك، هي الإيد، هي طبعاً فيها صفائح وقصص. عملت كبيت حالي من الشباك بالأرض، بدي أطلع. لما وقعت أنا على الأرض، طبعاً هو في رصاص، هن المسلحين ما عرفوا حدا طيب، أكيد. وكنت كثير أنا خايفة إنه إني أنا يعرفوا إنه أنت يعرفوا طيبة، بس الله حماك. فكبيت حالي هيك من السيارة وصرت أزحف وشي على السيارة وأنا أزحف هيك، بين وصلت هيك على كوع كانوا ناطريني العساكر، حطوني بحرام، رجعنا وصلنا على نقطة طبية. قلت لهم للشباب أنا إذا غبت عن الوعي أنا اسمي هيام خضر، خذوني على المشفى العسكري بيعرفوني. وبعدين وصلت على المشفى العسكري، طليت انا 3 شهور بالمشفى العسكري، مثل ما قلت لك 42 عمليه عملت وركبت الطرف. بانتي قبل 6 شهور ممنوع تركبي طرف، ركبت الطرف ورجعت على النقطه اللي تصوبت فيها. طبعا وبشكل شهري عندي زياره للجبهات غير زياراتي كل يوم بمجموعتنا، بنزور عوائل شهداء وجرحى. طبعا برجع بقول لك انا بفتخر بعملي وبحبه. اكيد نحن بنفتخر، نحن ما قدرنا نقطع الحديث، الوقت داهمنا هلا موجز الاخبار، بس نحن كثير سعيدين بوجودنا معك، وان شاء الله بيكون لنا لقاءات قادمه نبع من الحنان. احكي واكيد فخر بالحديث، فخر كثير كبير لنا انك كنتي معنا اليوم. شكرا كثير اكيد مثل ما قلنا الوقت ما ساعدنا ابدا لحتى نكون بهي التفاصيل. السيده الرائعه هيام، قديش نتمنى نحن تكون كل سيده هي هي هيام. احنا كثير فخورين فيكي، الله يعطيكي طولة العمر ويعطيكي الف عافيه، أنا بتشرف. يعطيكي الصحه، واكيد نحن رح نكون معك بكل هي الانجازات، ويعطيكي الف عافيه. انا عندي زياره 7 شهور، يا ريت ترافقونا كمان طالع على جبهه بذكرى اصابتي، ان شاء الله بعتبرها ذكرى الشهاده هي لنا كلنا، كل طالعه على احدى الجبهات بتمنى كمان تكونوا معنا. اكيد يعطيكي الف عافيه. شكرا.